مكونات غموس اللبنة بالسبانخ وزيت الزيتون. نحتاج لكوبين لبنة، كوب سبانخ مسلوق ومقطع، سن ثوم، 3 ملاعق كبيرة زبيب، ربع كوب زيت زيتون، ملح وفلفل أسود، ربع كوب جوز. طبعاً الجوز بإمكانهم يستبدلوه بلوز، بصنوبر، أي نوع من أنواع المكسرات موجودة. لهي. أول إشي رح نبلش بتحضيره هو إنه رح نقلي الزيت والزبيب. هنخليهم يتقلبوا سوا. روان، انت بتطبخي بالبيت؟ بطبخ، يعني كنت ما اطبخ زمان لانه كثير ما كان في وقت. بس هلا قلت لي لا، عم بطبخ كثير. هلا عبين ما الزيب عندنا يتقللين، بدي احكي معلومه عن السبانخ. السبانخ هون عادي انا مقطعته كثير ناعم، سوري، اول شيء غسلته، بعدين بمي سخنه مغليه على النار بس سقطته حوالي دقيقتين، بعدين صفيته وبلشت اقطعه كثير ناعم لحتى صار عندنا زي هيك بهاي الطريقة، إنه كتير إنه مقطع. اللي بده يستخدم مفرز أكيد بيقدر يستخدم سبانخ مفرز. أنا استخدمته طازة. هلأ السبانخ أنا بعرف بتكون كميته كتير كبيرة، بتبين عليك بس تطبخيه بتصير كتير قليلة، ولكن أنت سقطيه بمي أوريدي مغلية. مي مغلية، هاي عملية بنسميها بلانشينج، إنك أنت بس بدك، ما بدك تطبخيه كتير، بس بدك تكسري طعم الحد بالسبانخ. اوكي، فبس هيك نزلناه بالمي السخنه 2 3 دقائق وبعدين صفيناه وقطعناه. رهيب. اوكي، ما بدنا نحطه فريش. بكش حجمه كثير. اوكي، هيك بنكون قلبنا الزبيب. رح نيجي لباقي الخطوات. رح اضيف عنا كميه السبانخ، سهل يتفكفك؟ سهل، هو كثير طري. هلا هلا المبدا كثير سهل. اللبنه حطينا فوقها السبانخ، وهلا قطعنا الجوز وحطيناه فوقي. تمام، هلا حنضيف الزبيب والملح والزيت. تمام، رح اخلطهم بعدين بعد الهواء بنضيف باقي المكونات. تمام، من حاجه كل المقادير اللي حطيناها مع بعض قبل ما نضيف باقي الاشياء. هو ما بتفرق، بس انا هلا حابه احركهم عشان افكفك السبانخ. اوكي، بس انه اللي بيريحهم اكيد بيقدروا يضيفوا كل المكونات بعدين يحركوا. تمام، زي ما شايفه عندنا السبانخ عم بفكفك عن بعض. بس لازم يتحرك منيح. كثير منيح. وفي ناس ممكن يضيفوا عليها ثوم؟ اكيد بقدر تطلع طيبه، بس يعني اظن لا ينصح باكل الثوم قبل النوم، يعني في اشخاص اخف انه من دون ثوم يكون. في ناس ممكن تتعب معدتهم برضه من الثوم، صح، تكون قويه. هلا بنحرك وبعد الفاصل رح نضيف باقي المكونات ونقدمها بطريقه حلوه.